بفرض التكوين والتدريب بالجيد لطيارنا. سيادة طائرة من طراز زي 142 وهي تحل قوة على ارتفاع المتوسط 500 متر باستعمال إنارة فضائية الهبوط. قائد القوات الجوية تمر. نحن طلبة الدفعة 50 والمتخرجون هذا اليوم وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد فزازي أحمد. أيها المتخرجون، أنتم الذين ستمنحون بعد تحطيمكم لعتبة الواقع العملي والميدان الدرجة التقييمية الحقيقية بهذه المدرسة، وإننا نأمل أن تكون النتائج التي تحققونها في الميدان العملي بكل جوانبه وطلبته حافزا قويا لهذا الصرح التكويني لكي يبلغ مستويات أفضل ويساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المنظومة التكوينية العسكرية. وبهذه المناسبة أهنئكم على تخرجكم شاكرا لكم ما بذلتموه من جهود خلال فترة تواجدكم بيننا، فأنتم الآن مسلحون بالمعارف الحديثة لتحقيق الغاية المثلى وهي حماية المصالح العليا للبلاد.